نمر الان الى حل simple problem 3 بالنسبة للكاميرا زي ما نشوف هنا عندنا كاميرا overhanging beam عليها احمال مركزة في النقطة B والنقطة C واحمال منتشرة ما بين النقطة D والنقطة E ايش المطلوب هنا draw the shear and bending moment diagrams for the beam and loading shown يعني هنا الهدف من التمرين هذا انه نصل الى رسمة الشير فورس والبندنج مومنت مع الاشاره هنا انه 1 كيلو باوند بيساوي 1000 باوند المرحله الاولى وي ار going تو تيك انتاير بيم از a فري بودي ايش المقصود بهذا اني راح اعوض هنا السيبورت اي اللي هو بينت اعوضه ب تو رياكشنز هنا اي اكس وهنا اي واي طبعا الاي اكس هنا بتساوي صفر ليش لانه ما عندي حتى احمال باتجاه الاكس يعني ما عنديش احمال افقيه تفضل معي الاي واي وهنا راح تكون عندي ردة فعل في السيبور دي اللي هو رولر راح تكون دي واي هنا وطبعا ردة الفعل بتكون دايما بالنسبة للرولر عمودية على اتجاه الحركة between the concentrated load application points dv على dx بتساوي minus w بتساوي صفر والشير راح يكون ثابت يعني بين الديستنس من هنا الى هنا ومن هنا الى هنا ومن هنا الى هنا يعني ما بين ال concentrated لود application بوينتس هنا راح يكون عندي الشير constant with uniform loading between d and e بالنسبة لل uniforms loading between d and d هنا the shear variation is linear راح تكون في تغير خطى بالنسبة للشير between concentrated load application points مثلا من النقطة هذه للنقطة هذه راح يكون عندي dm على dx بتساوي v وبيكون هنا التغير في المومنت ثابت The change in moment between load application points is equal to the area under the shear curve between the points يعني أنا لو رسمت الشير فورس أحسب الأريا اللي تحتها عشان أتحصل على المومنت With a linear shear variation between D and E وهنا أتكلم على الجزء هذا بما أنه عندي concentrated load لو عايز أحسب المومنت راح تعطيني هنا بارابولا راح تكون كيرف ما تكون شيء كونستانت زي الحاله هذه يعني هنا راح تعطيني لو اردت يعني كيرف خطيه هنا راح تعطيني راح تعطيني بارابولا الان هنا اول مرحله زي ما اشرنا راح نحسب ردات الفعل ازاي نحسب ردات الفعل اكتب مجموع المومنت حول النقطة A بتساوي صفر كمرحلة أولى طبعا هنا أطبق قاعدة الفورس في الدستنس. لو الدوران بيصير ضد عقارب الساعة راح يكون بوزيتيف لو مع عقارب الساعة راح يكون نيجاتيف لو أخذت المومنت حول النقطة A عندي القوة هذه اللي هي 20 ضرب 6 20 ضارب 6 وهنا 12 ضارب 6 مع 8 رح تعطيني 14 زي ما تشوفوا هنا 12 في 14 و 20 في 6 طبعا الإشارة رح تكون سالبة هنا وهنا لأنهم الاثنين بيدوروا مع عقارب الساعة بعدين بتيجي D ضارب المسافة من هنا لهنا اللي هي بتساوي 6 مع 8 14 مع 10 24 ضارب ردة الفعل دي تبقى هنا الكنسنتريتد لور راح اجمعها كلها في وسط المسافة وبتساوي واحد ونص ضرب ثمانية يعني بتساوي اثناشر كيلو باونت ضرب المسافة من هنا إلى هنا اللي هي بتساوي أربعة مع عشرة مع ثمانية مع ستة التوتر راح يعطيني ثمانية وعشرين فت طبعا المجهول الوحيد هنا هو الدي لو حسبته راح اجد 26 كيلو باوند الان اكتب مجموع الفورسز باتجاه الواي بتساوي صفر وهذه عشان نجيب بها الاي واي طبعا زي ما نشوفه هنا كل قوه نزلة تحت راح تكون سالبه وكل قوه صاعده فوق راح تكون موجبه يعني القوه راح تكون سالبه هنا هي العشرين سالب عشرين سالب اثناش وهنا ايضا سالب 12 عندي هنا القوات اللي عندها اشارات سالبه بالنسبه للقوى اللي عندها اشارات موجبه هي الاي واي والدي طبعا الدي انا حسبتها من قبل وبتساوي 26 كيلو باوند او هنا عوضتها ب 26 وتفضل المجهول الوحيد في المعادله هذه هو الاي لو حسبتها راح اجد اي واي بتساوي 18 كيلو باوند بين concentrated load application points راح أطبق القاعدة التالية أنه dv على dx يعني التغير في الشير فورس بالنسبة لx بتساوي w يعني آه ناقص الأحمال وبتساوي هنا صفر آه لأنه ما عنديش بين النقاط تطبيق القوة المركزة هذه وهذه آه أي أحمال فبالتالي راح يكون الشير كونستانت طبعا هنا راح احاول اجد العلاقه اللي بين الرسمه نتاع الاحمال والشير فورس هنا الاي واي بتساوي 18 صاعدة فوق يعني انا راح انطلق من هنا اصعد ب 18 بعدين هنا راح انزل ب 20 نازله تحت شوف هنا نازله تحت يعني راح انزل من هنا اللي هنا بقيمة 20 كيلو باوندز يعني 18 ناقص 20 تحت تعطيني سالب 2 بعدين اجي هنا وانزل كمان ب12 سالب 12 مره اخرى من سالب 2 الى سالب 12 راح تعطيني كنتيجه سالب 14 بعدين اعترض هنا رده الفعل في النقطه دي وهي صاعده فوق يعني من سالب 14 اصعد بقيمه 26 راح اصل هنا الى موجب 12 وطبعا هنا قيمه القوه المنتشره يعني واحد ونص ضارب ثمانية تعطيني 12 كيلو باونس راح أنزل بها إلى أن أصل هنا إلى الصفر وأكون كده رسمت رسمة الشير فورس مباشرة من خلال الأحمال الموجودة هنا نمر الآن إلى الرسمة اللي طبعا رح تعطيني المومنت لكن قبل ما أمر للمومنت رح أعرج هنا على حكاية اللينير والكونستنت طبعا هنا حكاية الـ constant لأنه طالما ما فيش لود ما بين النقطة A و B ما فيش أي لود هنا فراح تكون عندي الشير constant لكن مثلا ما بين الـ D E عندي هنا أحمال منتشرة فرح يكون عندي هنا الـ variation of the shear is linear بيكون خطي وزي ما تشوفوا هنا يعني طالما ما عنديش قوة منتشرة في هذه في هذا الجزء من الكاميرا ما راح تجد اي تغير خطي بالنسبه للشير فورس راح دائما ثابت التغير الخطي راح يجي بس من اللود اللي هي ديستريبيوتد هنا زي ما تشوف نمر الان الى احتساب المومنت ورسمه البندنج مومنت طبعا راح اعتمد على القاعده التاليه اللي هي دي ام على دي اكس بتساوي في بتساوي الشير فورس وبتكون constant. هذا طبعاً بتكون constant لما بتكون عندي concentrated لود between the application points. يعني من هنا إلى هنا constant، ومن هنا لهنا constant، ومن هنا لهنا constant. التغير راح يصير بس في الجزء اللي عليه الـ لود طبعاً عشان تحسب البندنج مومنت يمكن تستعمل الاريا area under the shear curve. مثلاً هنا عندي 18 ضارب المسافة من هنا إلى هنا راح تعطيني مية وثمانية فالمساحة هذه كلها هي بتمثل مية وثمانية يعني هو التغير راح يصير في المومنت يعني MB MA يعني من MA هنا إلى MB راح يصير تغير بقيمة موجب مية وثمانية، يعني الـ mb بتساوي مية وثمانية ناقص mA وبتساوي مية وثمانية ليش؟ لأنه هنا الـ mA بتساوي صفر. طبعاً هنا الوحدة هي بالكيلو باوند تايمز فيت. نفس الشيء بالنسبة للجزء ما بين السي والدي، الجزء هذا. عندي هنا مساحة الكيرف هذه سالب اثنين ضارب ثمانية من هنا لهنا عندي ايت فيت فسالب اثنين ضارب ثمانية بتعطيني سالب ستاش طبعا هنا سالب ستاش هي التغير ما بين المومنت في النقطة سي والمومنت في النقطة B فام سي راح تكون سالب ستاش ناقص MC سي بتساوي سالب 16 ناقص او موجب اخذ على مين اغير الاشاره موجب MB بي بتساوي سالب 16 مع 108 بتساوي 92 كيلو باوند ملتبلايد باي فيت نفس الشيء بين الام دي والام تغير ما بينهم بيساوي المساحه بتاع الجزء هذا وهي بتساوي سالب 14 ضرب 10 فيت اللي هي المسافة ما بين النقطة C و D بتساوي سالب 140 من خلال الاكسبريشن هذه أقدر أكتب MD أخذ MC على اليمين وغير الإشارة بتساوي 140 سالب 140 موجب MC اللي هي موجب 92 رح تعطيني سالب 48 كيلو باوند فيت طبعا نفس الشيء سويته هنا يعني راح انزل من 92 بما قيمته سالب الى ما قيمته سالب 48 الحين فاضل الجزء الاخير بين الاي e والدي من هنا الى هنا من هنا الى هنا لو حسبت المساحه هذه راح تكون عندي 48 موجب 48 طبعا سالب 48 مع موجب 40 راح تعطيني صفر يعني المومنت في اخر الكاميرا في البوينت اي e بيساوي صفر لكن خلوا بالكم لو اجي الحين وارسم ما بين النقاط راح تكون دائما خطيه الا اخر جزء هنا راح يكون كيرف بارابولا ليش لانه هنا اللود از ديستريبيوتد يعني القوه منتشره وهذا زي ما اشرت هنا. هنا حكايه البارابولا هذه عندها علاقه بالديستريبيوتد لود الموجوده هنا بالنسبه Bending مومنت